ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير. فاضل اقل من شهر على عوده الايجيبشن ليج، الواحد مستنيه بفارغ الصبر، الواحد مش متخيل الفرحه اللي هيكون فيها بعد ما يتفرج على اول ماتش النادي الاهلي، ولا لما النادي الاهلي يجيب اول جول كده، ياه مش متخيل رد فعلي ممكن يكون ايه ساعتها. بس لحد ما الشهر الرخم ده يعدي، النادي الاهلي بيفجر اول صفقات الصيف، صفقه طاهر محمد طاهر. هنتكلم عن طاهر محمد طاهر بشكل كبير جدا، وهنتكلم عن مميزاته وهنتكلم عن عيوبه. بس قبل ما ندخل في كل التفاصيل دي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل اشتراك وتشغل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هنعملها بعد كده. لما اتكلمت قبل كده عن احتياجات النادي الاهلي في مركز الوينج، اتكلمت كويس جدا عن طاهر محمد طاهر وان هو لعيب مهم جدا النادي الاهلي لازم يبص عليه كويس. تعالوا نشوف مع بعض كده. لكن اللي احسن منه وجاهز جدا دلوقتي طاهر محمد طاهر، نجم المقاولين، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا ومشروع لعيب كبير قوي في المركز ده. ولو في اي مكان او اي فرصه في النادي الاهلي لازم افكر في طاهر محمد طاهر. لعيب لسه صغير و22 سنه وعنده شخصيه كبيره جدا في الملعب، بيعرف يجيب جون، قوي بدنيا، عنده امكانيات جباره كتير قوي. يعني انا عن نفسي اتمنى ان هو يجي على حساب حد من جيرالدو او احمد الشيخ، افضل بكتير جدا منهم، وهيبقى مستقبل كبير جدا في المركز ده في النادي الاهلي. طبعا الكلام ده كان من شهرين قبل ما يحصل اي كلام عن الصفقه، فياريت لو محتاجيني في اداره التعاقدات في النادي الاهلي اي حد بس يكلمني وانا ما عنديش اي مشكله. طاهر محمد طاهر 23 سنه، ودي من اهم النقط اللي لازم نتكلم عنها. نزول النادي الاهلي الفتره الاخيره بمتوسط الاعمار ده ملحوظ بشكل كبير جدا، وحاجه لازم نشكر عليها الاداره. الاداره بدات ان هي توجه الشكر للعيبه كتير جدا من اللي هي بدات تعدي السن، وبدا ينزل بمستوى اعمار اللعيبه بشكل ملحوظ، وبدا ان هو يبص على الناشئين ويشتري لعيبه صغيره في السن، وده موضوع كويس جدا. هنبتدي الكلام في مميزات طاهر. من اهم الحاجات اللي بتميز طاهر محمد طاهر القوه البدنيه العاليه جدا، ان هو بيقدر يستلم الكوره تحت ضغط، وكمان قوي جدا في الكور المشتركه، فاي التحام بينه وبين اي لعيب بيقدر ان هو يفوز بيه، حاجه كده شبه رمضان صبحي شويه. حلو بس كده؟ لا طبعا، طاهر كمان من اللعيبه المميزه اللي بتلعب برجليها اليمين وبرجليها الشمال، مش زي اللعيبه اللي بتلعب برجل واحده ورجليها الثانيه كانها مقطوعه. طيب وبالنسبه للمهاره، مهارته برده كويسه جدا، بيقدر ان هو يعدي في الواحد على واحد، وبيقدر يعمل فينتات كويسه جدا بجسمه. بس الحاجه الاهم اللي بتميز طاهر ان هو لعيب شويط، بيشوط من بره ال 18، ودي حاجه بيفتقدها النادي الاهلي كتير جدا في الفتره الاخيره. بيقدر يشوط من بره ال 18 بيمينه وبشماله، وعينه حلوه جدا على الجون، ولاعيب هداف بيقدر يجيب اجوال كتير جدا. فطبعا انت بتتكلم على لعيب عنده مميزات كتير، اولا القوه البدنيه العاليه، تاني حاجه بيلعب برجلي اليمين وبرجلي الشمال، لعيب بيلعب بالرجلين، تالت حاجه لعيب عنده مهاره كويسه وبيشوط من بره ال 18 وبيقدر ان هو يسجل اهداف. مميزات كتير جدا طبعا لطاهر محمد طاهر. طيب ايه هي عيوبه؟ اول عيب ان طاهر لعيب بيتصاب كتير، طبعا دي حاجه مش بايديه وحاجه بتاعت ربنا، وربنا يبعد عنه يا رب الاصابات وعن كل اللعيبه التانيه لانها حاجه قضاء وقدر، بس هي حاجه لازم ننبه ليها لانها لما بتحصل للاعب بيضر الفريق اللي هو بيلعب فيه، وان شاء الله ما يتصابش وما نواجههاش اصلا. تاني مشكله بالنسبه لي ان طاهر جاي في مكان مليان لعيبه ونجوم تقيله قوي في النادي الاهلي، يعني انت بتتكلم عن رمضان صبحي وكهربا احسن ونجين دلوقتي موجودين داخل مصر. طبعا الكلام بعيد عن محمد صلاح وعن تريزيجيه، اللي مستوى تريزيجيه قريب جدا من مستوى رمضان صبحي وكهربا، والفروق بينهم مش كبيره قوي. وطبعا عندك عنصر الخبره وليد باشا سليمان اللي مهما كبر في السن الاهلي محتاج له جدا، ولاعيب مفيد جدا للنادي الاهلي. وكمان عندك حسين الشحات، لعيب كبير جدا بس لسه ما ظهرش بالشكل اللي الاهلي مستنيه منه. وعندك كمان جونيور اجاييه اللي لما بيكون في مستواه صعب جدا ان هو يقعد على الدكه. وكمان عندك جيرالدو وعندك احمد الشيخ اللي انا شايف ان طاهر افضل منهم هما الاثنين بكتير، بس لعيبه موجوده عندك جوه الفرقه. وكمان عندك محمد شريف اللاعب المتالق جدا في الدوري المصري، ابن الاهلي اللي خلاص على اعتاب ان هو يرجع للنادي الاهلي بعد الموسم ده. وكمان عندك صلاح محسن اللاعب اللي عنده امكانيات عاليه جدا، خرج اعاره دلوقتي بس وارد طبعا ان هو يرجع للنادي الاهلي تاني، وده كله ما بيقللش من امكانيات طاهر. طاهر لاعب كبير جدا، وطاهر كان هيبقى لا غنى عنه داخل النادي الاهلي لو رمضان صبحي هيمشي، لكن دلوقتي الاداره بتحاول ان هي تخلص صفقه رمضان صبحي بشكل نهائي، وانا قلتها قبل كده ولسه بعيدها تاني، رمضان صبحي اهم لاعب داخل مصر في المكان ده بالنسبه للنادي الاهلي، فايا كان مين اللاعب اللي انت هتجيبه انك تخلص مع رمضان صبحي اهم بكتير. بس في المجمل طبعا صفقه ممتازه ولعيب كبير جدا، وان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير داخل النادي الاهلي، وان شاء الله يقدر يثبت نفسه، والمنافسه بينه وبين اللعيبه دي تصب كلها في مصلحه النادي الاهلي. بس حاجه كمان طاهر لازم يركز فيها، ان هو كان نجم في المقاولين خارج النادي الاهلي، لكنك تكون نجم خارج النادي الاهلي مش شرط خالص انك هتكون نجم داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه مقاييس ثانيه خالص، شفنا احمد الشيخ كان نجم النجوم في المقصه، لما جه داخل النادي الاهلي ما قدرش يثبت نفسه بنفس المستوى ده. كهربا كان نجم كبير جدا في الزمالك وكان نجم في السعوديه، لسه ما عملش اي حاجه داخل النادي الاهلي اللي احنا مستنيينها من كهربا. عندك كمان حسين الشحات كان مكسر الدنيا في كل حته، لكن لما جه النادي الاهلي لسه ما ظهرش بنفس المستوى اللي احنا مستنيينه منه. فان شاء الله طاهر محمد طاهر يقدر ان هو يكسر الدنيا داخل النادي الاهلي زي ما كان مكسر الدنيا مع المقاولين. كده انا خلصت كلام في صفقه طاهر، ومبروك عليك يا ابني انك دخلت النادي الاهلي. مستني رايكم عن الحلقه تحت في الكومنتات، وقولوا لي رايكم النادي الاهلي محتاج ان هو يعمل صفقات ايه تاني الفتره الجايه. يا ريت بقى لو عجبتك الحلقه تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش تعمل سبسكرايب للقناه وتشغل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هنعملها بعد كده. سلام.